بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مايكروسوفت تيمز، اليوم بإذن الله رح نتكلم عن هذا البرنامج. يعتبر مايكروسوفت تيمز نظاما أساسيا موحدا للاتصال والتعاون، يجمع بين الدردشة المستمرة في مكان العمل واجتماعات الفيديو وتخزين الملفات والتعاون في الملفات وتكامل التطبيقات. بالنسبة لمايكروسوفت تيمز، نبدأ الآن بالتكلم عن هذا البرنامج. هو عبارة عن فرق. طبعا في البداية نريد أن نحول هذا البرنامج إلى اللغة العربية، أو ممكن البقاء باللغة الإنجليزية، ولكن يعني الأغلب يفضل استخدامه في اللغة العربية. نذهب إلى الأيقونة، ثم نذهب إلى Setting الإعدادات، ثم بعد ذلك General عام، ثم إلى الأسفل ونختار اللغة العربية. إذن في البداية أبدأ أحول البرنامج إلى اللغة العربية حتى يسهل لي استخدامه. استخدم اللغة العربية، ثم Start، ويبدأ يعني يفتح البرنامج لي باللغة العربية لسهولة الاستخدام. نبدأ الآن بالتكلم عن هذا البرنامج في البداية. بعد تحويل البرنامج إلى اللغة العربية، هو عبارة عن فرق يتم إنشائها طبعاً عن طريق مدير المدرسة أو عن طريق الدعم الفني، هو الذي ينشئ الفريق ويكون الفريق جاهز الاستخدام. نبدأ بالفريق، سوف أختار الفريق الأول وهو القرآن الكريم. في البداية أنا أعتبر صراحة أن الفريق هو كأنه الفصل، إدارة الفصل، كيف أدير فصلي وكيف أستخدم هذا الفريق مع الفصل. أول شيء وأهم شيء وهو تغيير صورة الفريق. قرآن كريم صف أولى ثالث، يجب أن تكون الصورة معبرة عن القرآن الكريم. نبدأ اختيار مثلا هذه الصورة، ثم أبدأ بالتحديث. تتغير عندي الصورة وتكون معبرة عن القرآن الكريم. ثم بعد ذلك أبدأ كالتالي. الفرق وهو عبارة عن العامة، لكن قبل أن ننتقل إلى العامة، الثلاث نقاط هنا هي تعتبر هي مثل الإعدادات، إعدادات هذا الفريق. إدارة الفريق، نبدأ بأول إعدادات إدارة الفريق وهو الملاك والأعضاء. الملاك مدير مدرسة، رئيس قسم، المعلمة، وهم الملاك. الأعضاء وهم الطلبة، يتم إضافتهم إلى الفريق وذلك عن طريق إضافة عضو. عند إضافة عضو فقط أن نضيف اسم الطالب، يأتي إلينا اسم الطالب، ثم بعد ذلك إضافة، يضاف هذا الطالب إلى الفصل. طبعا الطلبات المعلقة، بمعنى إذا كان يريد أحد الطلاب أن أضيفه إلى هذا الفريق، يطلب لي هنا طلب أن يدخل عندي في الفريق. مثلا بدرية عبيد فهد العتيبي أرادت الدخول إلى الفريق، إذا كتبت موافقة تدخل إلى الفريق، رفض أرفض دخولها إلى فريقي. القنوات وهو كيف أنا أنشئ قنوات جديدة، قنوات خاصة. طبعا القنوات مثلا عند إضافة قناة، اسم القناة مثلا أسميها قناة خاصة. هذه القناة خاصة، هل أريدها قياسية؟ قياسية بمعنى تكون عامة، أم أريدها خاصة؟ قياسية كل من بالفريق سوف يظهر له ماذا يوجد داخل هذه القناة، لكن خاصة هي تكون بيني وبين من أخصص له، مثلا التالي من أخصص له هذه القناة، فقط أنا وطالب أو طالبين. فنقول مثلا وننشئ هذه القناة يكون عن طريق القفل، فتكون فيها خصوصية. الإعدادات نقصد بها نسق الفريق، أي بمعنى أختار صورة للفريق. أذونات الأعضاء، أي كيف أستطيع أن أنشئ لهذا الأعضاء، أن يسمح للأعضاء
بإنشاء المواصلات وتحديثها، أو يمكن للمالك حذف الرسائل، منع الأعضاء من خيار حذف الرسائل، ومنح الأعضاء خيار تحرير رسائلهم. إذن الأذونات هي التي تخص الأعضاء. ماذا أريد؟ هل أريد أن أغلق عليهم المحادثة؟ أذونات الضيف هي نفسها، لكن رمز الفريق هو الذي يهمني. مثلا أراد أحد الضيوف أن يدخل إلى الفريق، فقط أنسخ له هذا الرمز وأرسل له الرمز يدخل إلى الفريق. بعد ذلك نأتي إلى إذن هذا الأعضاء والقنوات والإعدادات والطلبات المعلقة. نذهب هنا الثلاث نقاط: إدارة الفريق تكلمنا عنها، إضافة القناة هي نفسها القنوات. إضافة قناة هي نفسها القنوات، كيف أضيف قناة خاصة، يعني قناة غير القناة العامة. إضافة عضو، إضافة أعضاء داخل هذا الفريق. ثم بعد ذلك مغادرة الفريق، أخرج من الفريق. تحرير الفريق هي نفسها النسق، الحصول على الارتباط هي نفسها رمز الفريق، وحذف الفريق. نذهب إلى العامة. العامة المنشورات. المنشورات يعني شيء جميل جدا. لماذا؟ لأن المنشورات هي تعتبر كأنها إدارة الفصل، إدارة الصف. بمعنى أستطيع أن أرسل في المنشورات، حرف الـ A هنا هي كيف أنشئ إعلان، أنشئ إعلان جميل عن اسم الدرس، إعلانات، ودي أستطيع أن أنسقها بطريقتي. إما أختار اختيار شكل توضيحي موجود بالتيمز نفسه، أو ممكن أختار صورة أنا أكون نسقت هذا الإعلان وأريد أن أنزل هذا الإعلان، مثل هذا الإعلان صورة الفاتحة. مثل عندنا إعلانات كثيرة أستطيع أن أنسقها بطريقتي. طبعا هناك إعلانات كثيرة نستطيع أن نستخدمها، مثلا هذا الإعلان مراجعة سورة الكوثر، مثلا درسنا اليوم مراجعة سورة الماعون. إذن كل هذه إعلانات. ماذا يوجد بالمحادثة؟ هذا المشبك وهو الإرفاق. أريد أن أرفق فيديو، أو أرفق مثلا فيديو، أو أرفق صورة، أو أرفق PDF. إذن فقط أختار Open، سوف يرفق لي هنا وأستطيع إرساله. إذن هذا الإرفاق. هنا إذا أريد أن أرسل عبارات وفيسات معبرة للطلبة، طبعا وهذا الستريم تم إرفاقه تحت، هذا أحد تحديثات التيمز. هنا مثلا أريد أن أرسل مدح لطالب، وطبعا وهذا الفورمز تمنا سوف نتكلم عنه، طبعا تم إضافته أيضا في المحادثة. وهذه استيكرات جميلة جدا نستطيع أن نرسلها للطلبة. أيضا عندي هذه الاقتراحات. إذن هذه كلها موجودة تحت عند المحادثة الجديدة، هذه في المنشورات. لما أقول منشورات إذن هذا الإدارة الصفية التي أستطيع أن أستخدمها مع الطلبة. ثم ننتقل إلى الملفات، هذه كلها موجودة عند العامة. الملفات، هذه الملفات ماذا تعني؟ الملفات وهو ماذا أريد أن أرسل داخل هذه الملفات. طبعا عندي الملفات: جديد، تحميل، نسخ الارتباط، تنزيل، إضافة تخزين عبر السحابة، وفتح في شوربوينت. لما أقول جديد، لما نبدأ بالجديد هو أني أصدر مجلدات جديدة، بمعنى أن أسمي المجلدات بأسماء الدروس. مثلا الدرس الأول الله ربي إنشاء، إذن ينشئ لي هذا المجلد ويكون عملية تربوية، يعني العملية تكون منظمة. مثلا أتي إلى مجلد الدرس الأول الله ربي، أدخل إلى هذا المجلد، أبدأ ماذا؟ أبدأ أحمل ملفات تخص هذا الدرس. مثلا أحمل فيديو عن الله ربي، مثلا أحمل PDF، أحمل PowerPoint، أحمل Word. إذن هنا تكون داخل درس الله ربي.
إذن مجلد الله ربي تم إنشاءه من جديد، مجلد. بعد ذلك أدخل داخل هذا المجلد، أبدأ ماذا أفعل؟ أحمل ماذا؟ أحمل كل ما يخص درس الله ربي. ننتقل إلى الجنرال العامة. إذن الجنرال هي هنا إنشاء ملفات مجلدات تكون بطريقة منظمة. التحميل هو أريد أن أحمل ملف أو مجلد كامل، مثلا أريد أن أحمل ملف باوربوينت، ملف وورد، فقط أضغط على هذا الملف Open ويبدأ يحمل لي داخل هذا المجلد. مثلا عندي مثلا الدرس الأول، مثلا هذه الفاتحة، فقط أضغط على الفاتحة. إذا أريد أن أحذف هذا الفاتحة، أريد أن أنزل هذا، طبعا هذا الملف أريد أن أفعل له تنزيل، أنقله داخل المجلد، نسخ، أبدأ أنسخه. إذن هذا كله بالجنرال. نأتي إلى مواد الفئات. لما أتكلم عن مواد الفئات موجودة بالجنرال، نرجع جنرال مواد الفئات. ماذا أقصد بمواد الفئات؟ مواد الفئات هو يستطيع أن المعلم أن يفعل مجلدات، يعني يحمل مجلدات أو يحمل ملفات داخل مواد الفئات، لكن فيها ميزة عجيبة للمعلم، بمعنى لا يستطيع ولي الأمر أو الطالب أن يستخدم هذا الملف. إذن هو خاص، لا يستطيع أن يستخدم هذا الملف. إذا تم تحميله، مثلا أحمل ملف، خلينا نحمل ملف مثلا الفاتحة، مثلا فيديو الفاتحة، يبدأ الآن يتحمل الفيديو داخل. من يتحمل هذا الفيديو داخل مواد الفئات، لا يستطيع أحد أن أشاركه بالملف، يعني ما يقدر أن ينزله ولا يقدر يحمله في جهازه، فيصير كأنه فقط ملف للمشاهدة ولكن لا يستطيع إنزاله. خلونا بس ينزل الفيديو علشان نشوف موجود فوق، لا يوجد فيه تنزيل، فقط ينزل هنا الملف. إذن الجنرال مواد الفئات، لما نروح جنرال العامة نرزل جنرال، أي شيء هني يحمله ولي طبعا المعلم، يستطيع الطالب أن يستخدم هذا المجلد. داخل مواد الفئات لا، داخل مواد الفئات أي شيء يحمله المعلم سواء باوربوينت، فيديو، وورد، لا يستطيع الطالب أو ولي الأمر أن يأخذه ونزله عنده في جهازه، فهذه تعتبر من الخصوصية. نرجع عند الجنرال لما يتحمل هذا نشوفه. نرجع عند الجنرال، إذن جديد وهو تحميل مجلدات، تحميل ملف من الجهاز، تنزيل، أريد أن أنزل مثلا فيديو، أبي أنزله في جهازي، فتح في الشور بوينت. هذا جميل جدا. ماذا نعني فتح في الشور بوينت؟ معناه خلونا أوضح لكم أكثر. ندخل على فتح في الشور بوينت وراح أبدأ شرح هذه النقطة في الشور بوينت. طبعا الشور بوينت هي يتم استخدامها للخصوصية بين الطلبة، بمعنى كل طالب مثلا أبدأ أنسق مجلد، مثلا مجلد أسمي هذا المجلد باسم الطالب. نرجع ثاني مرة، سأبدأ بشرح الشور بوينت بحيث إن مثلا مجلد، مثلا محمد أحمد هذا المجلد، مثلا هذا محمد أحمد، فقط أذهب إلى ثلاث نقاط إدارة الوصول. محمد أحمد، من تريد أن يشارك؟ المعلمة ومديرة المدرسة أيضا، وكل الملاك، الأونر، الملاك أيضا، الموجهة أيضا، والمديرة المساعدة أيضا، ورئيسة القسم، تمام. الفصل، هل تريد أن يشارك؟ لا، أنا أريد خصوصية بيني وبين محمد.